راح نحل أسئلة، يعني أكو بعض الأسئلة حللكم إياها. فالأسئلة أنه فهذا السؤال الأول هنا، هنا يقول ثيرمومتر التايم كونستانت مالته، تايم كونستانت اللي هو التاو هو 0.2، ويقول انه هذا الثيرمومتر خلوه ان تمبريتشر باث، يعني في وسط، يعني نقيس درجة حرارته، وبعد أن وصل إلى الإكوليبريوم، فلما يعني لما يعني هو بعدها بال ستيدي ستيت، يعني ف تايم صفر راح يبدي يزيد درجة حرارته، بس زيادة درجة الحرارة تلاحظ هنا انه لينيرلي، شوف هذا لينيرلي قام يزداد واحد تمبرتشر لكل منت. هذا لما لينيرلي يزداد معناته الفانكشن شنو هو؟ انت لازم تعرف من صيغة السؤال انه عندك يعني الدالة شنو هي. فانت اخذت يعني بالمحاضرة الفاتت انواع الدوال، فكان عندنا اول شيء اخذنا اللي هو اليونت ستيب فانكشن. اليونت ستيب فانكشن يعني هو الواحد، بس طبعا هو الواحد ايش ممكن يكون؟ يكون كونستانت. فلما يكون كونستانت اخذت نوع الداله مالته، يعني لما اذا يصعد من درجه والى درجه معينه ويثبت، يعني هذا الفرق هو ثابت يصير، فماكو يعني فد شيء لينيرلي او يعني الزياده ما يتبع فد معادله معينه، مجرد هو يعني زيادة، يعني كما أنه نشوف هنا مثلا نذكرك، يعني هذا اللي سويناه هنا هذا اللي قدامك، وبعدين بالأخير بالأخير أنه أدنى هذا المثال، شوف هذا قبالك هذا step function، فشوف الزيادة ثابتة هذه بهذا الشكل، والزيادة ثابتة هي أي، فهذا شوف بعدين اجى الرامب، فاللي سويناه هنا انه هذا اللي حصلناه ورا ما اشتقيناه، هذا للشنو؟ للزيادة الثابتة هاي المعادلة، يعني واي اوف تي اذا كانت الزيادة أي يعني ثابتة فهو راح ينطينا هذا هاي المعادل اللي هو يعني قراءة التمبريتشر، هو يعني هنا راح يصير ديفرنس. طبعا انت يعني شفت المحاضرة الفاتت، يعني المعادلة هنا هي الديفيجن، الانحراف بين الستدي ستيت والدرجة الأخيرة اللي توصلها وينطيك المعادلة بها. بالنسبة لما يكون لينيرلي يعني يصعد لينيرلي، هذا يتبع شنو؟ يتبع هذا الفانكشن. اللي هو رامب، شوف رامب فانكشن. الرامب شنو هو؟ شوف لينيرلي يصعد، هذا المعادلة مالتنا اللي x of t هو bt، البي هو شنو؟ هو ميل الخط المستقيم، الميل اللي هو يعني الريت مال زيادة القيمة، يعني زيادة الخط المستقيم شو يصعد لينيرلي، فالقيمة البي هي قيمة الزيادة لكل منت او لكل سكند، شو حسب السؤال.
شينطي. فهو ورا ما اشتقينا ايش طلع لنا؟ طلع لنا واي اوف تي هو هاي المعادله. فالمعادله شكو بيها؟ شو بيها؟ بي وبيها تاو، يعني بي وتاو لازم نطلعه نحدده. فهنا بالسؤال ايش عندنا؟ عندنا التاو هو بوينت 2 والبي هو الواحد. البي هو الواحد هو الريت، شوف هذا الريت مال الصعود الزياده. فهنا هو نوع الفانكشن حددناه هو رامب فانكشن. زين، فهو هسه شنو هو المطلوب؟ المطلوب انه يقول ورا بوينت 1 مينيت افتر، يعني بوينت 1 مينيت افتر، يعني من الصفر صعد ورا بوينت 1 مينيت، ايش قد تشينج ان تمبريتشر؟ ايش قد تشينج يعني عن الستيدي ستيت ديفيشن تشينج؟ فراح ناخذ هاي المعادله، لان هذا هو شيء ينطينا واي اوف تي هو تشينج الديفيشن الانحراف. ف هنا نحدد التاو بوينت 2، البي هو 1، والمعادله مالتنا هي هاي اخذناها من هناك، وراح نحدد القيم مال التاو والبي، وراح ينطينا بهذا الشكل، يعني هاي المعادله النهائيه. زين، شوف لما نجي نطبق البوينت 1 انت تقدر مثلا ترجع للمنحني. المنحني هو عباره عن واي اوفر بي، فتقدر تقاطع يعني تي على تاو، يعني تي عندك بوينت 1 والتاو بوينت 2، بوينت 1 على بوينت 2 هو نص، تجي هنا نص تقاطع هذا هنا ينطيك الواي على بي، فينطيك الواي على بي تضربه في بي فينطيك الواي. او انه شو تسوي؟ او من المعادله نفسها تحلها، يعني انا حليتها بالمعادله، يعني اكو عندك طريقتين، اما من المعادله او الجراف عندك. فطبعا الجراف هو يعني اذا ما يكون يعني لازم شلون نقول بالضبط النقطه ايش قد شلون ايش قد تطلع لك، يعني تحدد قيمه النقطه، يعني احتمال هنا بالكيرف يجوز ما تعطي يعني فتشي مضبوط يعني، بس طبعا بالحساب هو يكون مضبوط. فالديفرنس هنا هو ايش قد؟ 0.0213 هذا الديفرنس، يعني افتر 1.1 مينيت. فشنو هو الديفرنس؟ يعني الديفرنس اللي هو هذا، يعني ورا 0.1 مينيت الاوتبوت راح يصير ديفرنس عن الانبوت بمقدار، يعني راح يقيس اقل. انت يعني تتصور الموضوع شلون؟ انت لما تخلي الثيرمومتر هاي الحراره الاكتوال بالقراءه، قراءه الثيرمومتر هو ما يلحق ينطيك نفس القراءه، فراح ينطيك قراءه اقل شويه من القراءه الاصليه اللي هو مال الانبوت. فايش قد قيمه الفرق؟ هو هذا الفرق من فوق لجوه. فالفرق ايش قد طلعنا؟ هو 0.0213 درجه، هذا الديفرنس اللي راح يصير عن الاكتوال. زين، راح نجي على y of 1 يعني after 1 minute. شوف after 1 minute ايش قد راح يصير الفرق؟ هم تحسبه 1 تجي تحوض عن ال تي 1. طبعا احنا هنا ايش سوينا؟ هنا شوف تي على تاو، التاو 0.2 انقسم يصير ناقص 5 تي، يعني 1 على 0.2 هي 5 ناقص 5 تي. فاول شيء 0.1 هذا طلعنا، وبعدين نعوض 1، فبالواحد ايش قد يطلع؟ تشوف المقدار الفرق هو 0.801، يعني تقريبا 0.8 درجه، يعني درجه الديفرنس ورا 1 مينت. طبعا احنا يعني اخذنا بال
المحاضرة الفاتت بشكل عام، يعني خصائص الكاركترستكس مال هذا الكيرف، قلنا انه هذا تشوف تي على تاو، يعني تي على تاو تقريبا لمن يعبر، تشوف لمن يوصل تي على تاو 3 تقريبا بالاربعه، اربعه ورا الاربعه 5 الفرق يصير ثابت، لانه هذا تقريبا وراء راح يوازي الانبوت، يعني الاوتبوت يوازي الانبوت بس بفرق شقد بي في التاو. فالبي في التاو اذا طلع، شوف البي في التاو، بي في التاو ايش قد يطلع؟ يطلع واحد، البي واحد والتاو بوينت اثنين، فبوينت اثنين، زين بوينت اثنين زين. ف فشوف بعد ورا ورا يعني تي على تاو اكثر من 5 راح يطلع، شوف يعني اكثر من واحد منت هو الفرق راح يصير 0.2 اوكي زين. هذا فتشوف الفرق 0.2، فهو يعني انت لما تجي تعوض التي، التي اذا شوف التي اذا واحد هذا هو القراءه مالته، العفو هذا مو شو اسمه القراءه، القراءه واي اوف تي راح يصير 0.8. هو اذا الاكتوال بي تي، البي ايش قد؟ البي قلنا واحد، اذا تايم، اذا تايم واحد فالمعادله مالتنا هي الاكتوال بي في التي، فالاكتوال هو واحد بس القراءه ايش قد راح تصير؟ تصير 0.8. فايش قد الفرق ما بين 0.8 والواحد؟ هو 0.2. فهنا هنا راح يصير شوف شوف المطلب الثالث، what's the maximum deviation between indicated temperature and the path temperature and when does it occur؟ شو وقت يصير هذا الماكسيمم ديفيجن؟ الماكسيمم ديفيجن تقريبا بالخمسة، يعني تي على تاو 5 راح ايش نحصل؟ نحصل بي في التاو اللي هو ماكسيمم ديفرنس، والماكسيمم ديفرنس هذا ايش قد؟ هو ماكسيمم ديفرنس هو هذا 0.2 اللي هو تقريبا وين ات اوكرز، وين تي على تاو اكبر او يساوي 5 نحصل نفس الفرق هذا، راح يصير دائما هذا 0.2 هو الفرق ما بين الانبوت والاوتبوت. فتشوف تقريبا هنا احنا ايش قد حصلنا؟ 0.8 ورا ايش قد؟ 1 منت اللي هو المفروض يعني الاكتوال مالته هو 1، الاكتوال مال هذا هو 1 بس هنا الاوتبوت ده يعطينا 0.8 فالفرق بيناتهم ايش قد؟ تقريبا الفرق هنا 0.2، يعني هذا هنا التي على تاو هنا 5 فتقريبا ال 0.2 ورا ال 5 بعد يقوم الفرق تقريبا يثبت يصير 0.2 بشكل مستمر. زين هذا بالنسبه للسؤال اللي شفتوه امامكم هذا الاول. زين نجي على هذا، هذا يقول سيستم الترانسفر فانكشن مالته هو هذا، يعني y of s على x of s هو هذا. يقول find y of t if x of t is a step unit step function
ومنطقتي وين على تي2. هنا شوف المعادله عندنا تي1 وتي2 بس يعني ما منطينا قيم بي، بس مجرد انه قايل تي1 على تي2 هي 5. سكتش واي اوف تي فيرسس تي على تي تي على تي كابيتال 2 شو ذا نيوميريكال فاليوز اوف مينيمم ماكسيمم مستعملا الانيشال فاليو اند فاينل فاليو ثيورم. طبعا يريدها منرسمه زين. هذا هنا هذا y of s على x of s هو هذا اللي امامك، اللي هو هذا امامك زين. يقول ال x of t هو unit step function ومنطق كذلك t1 على t2 هو 5، فيريد y of t وبعدين يريد sketch زين. فاحنا نجي هنا عندنا نعيد كتابة هاي المعادلة هنا ونقسمها على T2، يعني الفوق البسط نقسم على T2 والمقام نقسم على T2. فش نحصل؟ نحصل هذا، نحصل هذا. فش يصير T1 على T2 في الـ S زائد 1 على T2، وهذا T2 يختصر يصير 1 S زائد 1 على T2، وبالتالي نحصل هذا بالناتج زين. هذا لما نجي نقول ها في اكس، فطبعا هو اكس اوف تي قلنا هو يونت ستيب فانكشن، فالاكس اوف اس هو 1 على اس باعتبار اكس اوف تي هو 1 يونت ستيب فانكشن، فال لابلاس مالته 1 على اس. نضرب هذا في 1 على اس ينطينا واي اوف اس، يعني واي اوف اس يساوي 1 على اس في هذا المقدار، فالاس تجي جوا والواحد تنضرب فوق، وبالتالي هذا بالبارشال فراكشن راح يصير نجزئ واي على اس وبي على اس زائدا واحد على تي على اثنين تي اثنين. فنجي يعني بالهيفي سايد اكسبانشن راح يعني نطلع اي هي واحد والبي هي 4 رأسا نفس الطريقة اللي تعرفوها. نلغي هذا هنا نلغي، والإكس الإس نساوي للصفر يطلع لنا أي هو 1 زين. بعدين نقول إس زائدا 1 على تي 2 يساوي 0، فإس يساوي ناقص 1 على تي 2، ونلغي هذا هذا الحد كله نلغي ونساوي بهالمقدار فوق وجوه، فراح ينطينا البي هو 4. بعدين نجي الواحد على اس نرجع نسوي له انفرس، فواي اوف تي ينطينا هذا طبعا واحد على اس الرجعة يصير 1، وهذا حسب الجدول اللي عندك اللي هو جدول الجدول اللي هو هذا هذا S زائد A S زائد يعني ها يطلع E للماينس AT S زائد A فأربعة نطلعها برا، والS زائد الـ A مالتنا هي هاي فتصير ناقص T على T2 زين. نجي نرسمها هذا الرسم مالته، شوف هذا الرسم مالته y of t وهنا t على t t t, 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 t على t capital 2. لما نجي نرسمه شوف اول ما يبدي بقيمه 5 ويقوم يتفائل الى شوف يعني يقوم يمشي بعدين يقوم يوازي الواحد هنا ويعني يظل يعني اقل قيمه له هو 1. شوف الرسم هو يحدد لنا يعني يعني اعلى قيمه الانيشال فاليو مالته هو 5 اللي هو ماكسيمم. لما ينزل وين ينزل؟ ينزل للواحد اللي هو هذا مينيمم فاليو واللي هو فاينل فاليو، يعني الرسم هو ده يقول لنا. بس نجي هنا اذا نريد نحسبه اللي هو
يعني هو هنا شو يريد؟ شوف هذا رسمناه المينيموم والماكسيموم، زين نريد المينيموم والماكسيموم شلون نطلعه؟ نطلعه يقول طلعه بال using initial value and final value theorem، يعني نظرية القيمة الأولية نظرية القيمة النهائية. فإحنا أخذنا نظرية القيمة النهائية final value، الفاينل فاليو هو ليميت اس في الواي اوف اس، اس يقترب من الزيرو ويساوي ليميت اوف واي اوف تي لما تي يروح للما لا نهايه، زين. فهذا نجي نضرب هذا في اس، طبعا هذا كله واي اوف اس، لما نضربه في اس هذا الاس يروح يبقى لنا هذا، والاس نخلي به صفر، فش ينطينا؟ ينطينا واحد. هذا شنو؟ فاينل فاليو اللي حصلناه، واللي هو شنو؟ هو مينيموم فاليو. ليش؟ لانه مبين من الرسم، يا ترى الرسم شوف هذا الفاينل فاليو هو واحد واللي هو مينيموم، مينيموم زين. نجي على الانيشال، الانيشال بالعكس، يعني ناخذ ليميت هذا لما اس يقترب من المالانهايه، هذا هو الانيشال، زين يقترب من المالانهايه. فش نسوي؟ نقسم الفوق على اس، يعني البسط كله على S والمقام كله على S، وهذا يصير لنا 5 وهذا يصير 5 وهذا يصير 1 على T2S، والآخر يصير 1 زائد 1 على T2S. نجي نعوض S ما لا نهاية بالمقام ما لا نهاية، هذا يصفر يروح هذا الحد، وهذا كذلك يروح صفر، فيبقى 5 على 1 واللي هو 5 الماكسيمم فاليو واللي هو initial value. شوف initial value فعلا هو 5 وهو الماكسيمم، زين. هذا بالنسبة للمثال الثاني. لحد هنا منو عنده السؤال؟ يعني فهمت المثال هنا؟ ما عندكم سؤال بي؟ واضح؟ نعم زين. بالنسبة لش اسمه، نجي على هذا 4-6. 4-6 يقول أميركري ثيرمومتر محرار زئبقي registering the room temperature، مسجل يعني room temperature 75 فهرنهايت، يعني هذا steady state يعتبر ضال على 75. But suddenly is placed in a 400 oil bath، يعني خلوه في حمام من الزيت يقيس درجة حرارته وهي 400. فطبعا هو بالتأكيد يعني ما راح يوصل رأسا ال 400، فأكو بي يعني مراحل إلى أن يوصل الأربعمية خلال وقت. The following data are obtained for the response of the thermometer. هنا شيري هو دا ينطيك داتا، يقول إحنا أخذنا بالصفر كان 75، بالواحد قاسوا يعني بالواحد كان الدرجة هي 107 الثيرمومتر ريدين، بالاثنين ونص كان 140، بالخمسة سكند كان 205، بالثمانية كان 244. يعني شوف ويا الوقت الدرجة دا تصعد، زين. فهو إلى أن المفروض يحقق لنا شنو؟ يعني خلال هذا الوقت المفروض يوصل للأربعمية، زين. طبعا إحنا المعادلة عندنا تشوف أنه هذا من يا نوع، انت لازم تعرف فانكشن ماتك شنو. فانكشن ماتك مبين انه هذا وصل 400، يعني ماكو درجه حراره تصعد لينيرلي، يعني الدرجه مالتنا مال الزيت هي 400، فهي هاي يعني يصعد لل 400 اوكي انتهى بعد. يعني ماكو مثلا نقول الاويل يعني هذا الاويل مثلا خالي جوافه نار او مثلا نقول او اوفن بحيث يزيد درجه حرارته لينيرلي مثلا على مود نقول هذا رامب،
لا، وإنما هو زيت لقى درجته وينتهي. فهذا يتبع اليونت ستيب فانكشن أو اللي مضروب في A، يعني راح يكون ثابت الارتفاع مالته. فطبعا احتياجي احنا اذا دخلنا موضوع الديفرنس، مو معادله الديفرنس او الديفيجن، فراح ناخذ الفرق ما بين ال 400 وال 75 ونشتغل عليه. فتشوف هنا هاي المعادله مالتنا اللي اخذناها، هاي هي المعادله اللي تم اشتقاقها بالنسبه لهاي الحاله. الاي هي راح تصير الفرق النهائي، هو هذا اعلى فرق، يعني اللي هو 325، هذا منه الاي، قيمه الاي هنا هو شنو. طبعا احنا ما يعني يمكن ما انطيتكم المطلوب بالسؤال شنو. يقول give two independent estimates of the thermometer time constant. يريد التايم كونستانت تاو، التاو تايم كونستانت مو منطينه اياه. يقول ايش قد هذا النظام السيستم اللي هسه قدامك، هذا التايم كونستانت ما تشقيد، يعني تقدر تستفاد من هاي الداتا وتطلع التايم كونستانت. فهو يقول give two independent estimates، يعني تقديرات اثنين انطي للتايم كونستانت من هاي الداتا ايش قد تطلع. طبعا انت تقدر لكل وحده تطلع لها يعني القيمه. ف نجي شو نسوي؟ طلعنا اي، احنا الكيرف مالتنا الاصلي هو هذا، هو طبعا من الكتاب موجود بس انا قسمت لك اياه من الاكسل بحيث اذا تشوفه في رسم كبير، وقسمت المربعات على مود نقدر نطلع قيم مضبوطه، يعني تقريبا مضبوطه، يعني نقدر نقاطع على شو اسمه الكيرف هذا وش اسمه، وتطلع القيم اللي احنا نطلع القيم المطلوبه اللي احنا نريدها. ف تجي تقول y of t على a، لانه هو y of t على a هذا. طبعا لازم نحول من الى y of t على a و t على تاو، يعني طبعا t على تاو ما نعرف هو التاو احنا نريده. فاحنا من هنا نجي نطلع القيمه ونقاطع بال على الكيرف، ونجي جوه نطلع القيمه ونحسب. ف تشوف حولنا المعادله بهالشكل هذا. طبعا الاي قلنا هي 325 يساوي واحد ناقص هذا اللي قد امامك. اذا قلنا واي، شوف واي اوف تي هي الدفرنس، فاذا y of 1 هو 107 ناقص 75 الديفرنس، هذا وين؟ بعد 1 سكند. يعني انا اخذت اربع حالات مو اثنين، انا اخذت اربعه، بال1 سكند، بال5 سكند، بال10 سكند، بال30 سكند. شوف بال1 يعني هذا، بال1 اخذنا، بال5، بال10، بال30. فكل واحدة أخذنا الثيرمومتر ريدينج 107، نطرح منه لين ديفرنس، نطرح منه 75، كذلك هذا 205 ناقص 75، كذلك هذا 282 ناقص 75، وعند ال 30 385 ناقص 75. شوف هاي الأربع حالات تشوف أمامك، نطرحها ناقص 75 يطلع شنو؟ y of 1 y of 5 y of 10 y of 30. زين، هذا نقسمه على اي لنطلع شنو هاي القيمه، نقسمه على 325 اللي هي الاي، نقسمه على 325 شوف يطلع تقريبا هنا 0.1، هنا 0.4، هنا 0.637 تقريبا، يعني 0.64، وهذه تقريبا بوينت يعني 95 يطلع. هسه نجي على الكيرف، بالكيرف نجي هاي القيم يعني نسقطها ونقاطع ونطلع شنو؟ نطلع تي على تاو. زين، فنجي عند تي واحد عندنا هذا هو واي اوف تي على اي بوينت 1، نجي على بوينت هنا نشوف، فنجي بوينت 1، وين بوينت 1؟ هذا بوينت 1، بوينت 1 تقاطع بالكيرف
وبعدين ننزل خط إلى الأسفل، فتخط عمودي إلى الأسفل، وين قطعه تحسب هذا المقدار. زين، هذا بالنسبة لبوينت 1. عندنا القيمة اللي هو بوينت 4، تجي هذا بوينت 4، هذا وين؟ لما تي يساوي 5، تي يساوي 5 عندنا هذا بوينت 4، بوينت 4 تقاطعه وتنزل خط عمودي وتشوف المربعات صغار تقدر تحدد، يعني كل مربع هاي 5 مربعات، كل مربع بوينت 2. انت تجي هنا تقول هذا بوينت 2، بوينت 4 تقريبا بوينت 48 او بوينت 5، يعني هيك شيء. شوف هسه نجي هنا نشوف شو مسوين احنا. شوف اول واحد بوينت 1 والاخ بوينت 4. شوف اول واحد عنده تايم واحد، يعني تي على تاو، شو ينطينا؟ ماخذي بوينت 11، الاخ بوينت 5. فطبعا هذا لما بوينت 11 هذا طلعناه من الكيرف، فالتاو شنو؟ هذا نجيبه هنا وهذا نجيبه هنا، طرفين في الوسطين، التاو راح يطلع 9.1. بالمرة الثانية تاو راح تطلع 10، لأنه يعني طرفين في الوسطين تاو يساوي 10. زين، هنا بالنسبة لهاي القيم شوف عندك 0.64 وهنا 0.95. زين، نجي هنا 0.64 بوينت، هذا 0.62، 0.64 هذا تقريبا. هذا شوف في قطعة هنا بالضبط، نجي هنا شنو هنا تي على تاو هو واحد. زين، البوينت 95، بوينت 9.9245 تقريبا، هذا من هنا عندنا 3. شوفوا هذا واحد بثلاثة، فنرجع هنا نشوف، شوف 10 سكند ولا 30 سكند، واحد طلع واحد ولا طلع ثلاثة، بالواحد التاو ده يطلع هم 10، وهنا هم يطلع 10. فإذا التاو بين شنو، مو يعني هنا صح طلع شو اسمه، يعني جزء أول قيمة يعني قريبة على العشرة، بس القيمة الباقية هي 10. فإذا هي التاو ايش كده؟ التاو بالنسبة لهذا السيستم هو 10 سكند. أحد عنده سؤال؟ ناس. زين، نجي على هذا المثال. هذا يقول يقول the temperature of an experimental heated enclosure، هذا فد اوفن، يعني experimental heated enclosure فد شيء يعني مقبط مغلف، ويعني يتم تسخينه يعني. is being ramped، شوف is being ramped up from 80 to 450، يعني هذا الفرن هو كان 80 ولينيرلي، يعني رامت مبين رامت يعني رامت فانكشن، ولينيرلي صعدوا من 80 الى 450، والريت ايش قد هو 20، يعني معناته الريت 20 يعني البي عندك 20. A thermocouple embedded in a thermowell for protection is being used to monitor the oven temperature. The thermocouple has a time constant of 6 seconds. طبعا هنا التايم كونستنت تاو هو 6 سكند، احنا بدنا نتعامل بالمينتس، ف 6 على 60 راح ينطيك 0.1 مينت، يعني اللي هو التاو. فشنو المطلوب؟ يقول بي تي يساوي 10. What is the difference between the actual temperature and the temperature indicated by the thermocouple? وبعدين what is it at 60 minutes؟ فأول شيء يقول بالعشرة إيش قد الدفرنس بين الأكتوال والقراءة مال الثيرموكابل، وبعدين at 60. فهنا أكو فد شغلة يعني لازم أنت تتحسسها وتشوف يعني قبل ما عاد. طبعا قلنا البي 20 وأول بالستدي ستيت 80 في اسمه، وبالقراءة النهائية 450. التاو حسبناه 0.1،
زين شوف فالماكسيمم ديفرنس طبعا هو 370، يعني هو الفرن هو صعدناه لل 450، بعد ما راح نصعده، هاي يعني اخر درجه يوصل له هو 450 او اخر ديفرنس هو 370. زين الفرن خلال ايش قد يوصل اخر يعني يوصل 450، ف 370 اللي هو الفرق على 20 لأنه هو قام يزيد كل دقيقة 20، فنقسمه على 20 خلال 18 دقيقة ونص هو الفرن درجته واصلة لل 450، ويعني هاي انتهى بعد ما نصعد أكثر، هو هذا المطلوب. فإحنا صعدنا درجة حرارة الفرن إلى ال 450 خلال 18 دقيقة ونص. زين التاو النهائي اللي هو يعني تي على تاو، خلينا نقول تي على تاو يساوي 18.5 على 0.1 هو 185. فانت لما ترجع شوف تشوف يعني انت راح يصير عندك مثل راح تتحسس، شوف هذا عندك الكير. زين انت احنا ايش قلنا؟ قلنا تي على تاو لما يوصل 5 الفرق بعد يثبت، يعني بين الانبوت والاوتبوت الفرق هو بي تاو يثبت. هاي ورا شقد؟ ورا ما نوصل 5 ونعبر الخمسة بعدها هي. هذا عندك هنا شنو؟ هنا يعني 185. إذا يعني يعني هو راح من الزمان هو يعني صاير يعني تقريبا الخمسة إذا حسبناها يمكن 0.5 منت، يعني ورا نص دقيقة والفرق راح يثبت بعد. زين فأتي عشرة، زين أتي عشرة، إذا تي عشرة تاو بوينت فاي يعني تي على تاو هو 100، فإحنا قلنا إنه الديفرنس هو بي تاو لما تي تاو يصير 5 ويزيد الخمسة، يعني لما نوصل 5 بعد بي تي بي تاو يصير. نجي نقول بي تاو يعني هاي هنا 100 كلش اكثر من الخمسه، فاذا هو الدفرنس اللي دا يريد من عندنا نحسبه هو 20 بي في التاو 0.1 ف 2 درجه. 2 درجه شنو 2 درجه؟ يعني 2 درجه لما الفرن اكتشوالي واصل مثلا فالدرجه معينه فالثرمومتر يقرا درجتين اقل، يعني مدى ينطينا الدرجة مضبوط. يعني يعني مثلا إذا هي actual temperature مال الفرن مثلا هي 200، زين لما هي 200 فهو شي ينطينا القراءة؟ ينطينا 198. زين القراءة تطينا 198 بس هو بالحقيقة هو 200. زين فالفرق شنو؟ دائما هي 2 مين هذا من الرسم اللي هو امامك هنا. نعم زين ايش وقت يعطينا 200؟ شوف ايش وقت يعطينا 200 انت راح تعرفه من هنا. شوف هذا هاي القراءه، شوف هاي القراءه مال الانبوت، ايش وقت نفس هاي القراءه تظهر بالاوتبوت؟ شوف اللاج، اللاج اللي هو هنا تاو output lags input output lags input by tau. التاو اللي احنا حسبناها يعني التاو اللي هي 6 ثانية هو ورا 6 ثواني يلا ينطينا القراءة اللي وصلت اللي هو مو قلنا 200 هو يقرأ 198، بس ايش وقت يقرأ 200 ورا 6 ثواني من 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 الاكتشوال هذا اللي 200 كان 200 فهو ورا 6 ثواني يلا يقرا 200. فشوفوا هنا الفرق بين هذا وهذا هو ايش قد هو تاو. شوف بين 3 وال 4 هي وحده فتاو وحده. ف after 18 دقيقه ونص the oven temperature reach the final value of 450. ها هو شوف السؤال، المطلب السؤال شنو؟
ات 10 زين يقول ات 60 هو احنا 18 دقيقه ونص وصل 450 يعني ورا 18 دقيقه ونص وصل الدرجه النهائيه انتهى بعد اكثر من هذا بعد ما راح يصير 18 دقيقه ونص زين هاي القراءه ال 450 الثرمومتر ايش وقت راح يقرا 450 ايش وقت يقرا 450 بالضبط لان هو ورا 18 دقيقه ونص الاكتوال راح يصير 450 بس الثرمومتر ما راح يقرا 450 راح يقرا درجتين اقل راح يقرا 448 تمام يقرا 448 هذا بالدقيقه اللي يوصل ال 450 لكن شو وقت يقرا 450 بالضبط ورا تاو التاو هو جيت بوينت 1 يعني راح يصير 18.6 مينت يعني ورا 18 دقيقة و6 بالعشرة يلا يبدي الثرمومتر يقرأ الدرجة 450 وطبعا راح يصير ثابت بعد يعني راح نوصل ل 450 ويظل الخط مستقيم بعد ماكو صعدة يعني هذا يعني هذا هنا احنا اذا قلنا إذا قلنا ال تي على تاو هنا 18185 طبعا راح يصير قيمة كبيرة هنا بالشارت ما عندنا مو مشكلة يعني يعني خلي نقول هذا الخط تخيل هذا الخط هو ال 450 هذا راح يقطعه بعد هذا الزيادة ماكو يعني يوصل لهنا وينتهي فايش راح يصير يصير هذا هو ال 450 فال 450 هنا يقرا الانبوت هذا ال 450 ال 450 الاكتوال الحقيقي بس الترمومتر شو وقت وين يقرا يقرا هنا ال 450 يعني ورا شقد ورا تاو ورا تاو ف شو يصير بهالحاله يقول افتر 18 بوينت ونص زائدا تاو يعني 18.6 منت في الثيرموكابل ريدنج انديكيتس 450 يعني راح يظهر عندك القراءة ما الثيرموكابل هي 450 ورا شقد 18.6 اذا ورا 60 دقيقة ورا 60 دقيقة اذا ماكو ضائعات طبعا بالحرارة الديفرنس هو زيرو ماكو شو اسمه يعني ماكو ديفرنس يعني ماكو ديفرنس بين القراءة الحقيقية وقراءة الثرمومتر لأن الثرمومتر هم يقوم يقرأ 450 فالفرق ما بين الحقيقي الاكتوال تمبريتشر وقراءة الثرمومتر الفرق بيناتهم هو زيرو لأن نفس القراءة يقروها طبعا هاي في حالة شنو قلنا إذا ماكو يعني ماكو ضائعات بالحرارة يعني نحاول يعني نحافظ على درجة الحرارة هذه ما steady state يعني ما تنزل. فthe actual open temperature is the same as the thermocouple reading واللي هي 450 يعني هو السؤال شو يريد يقول when the يقول what is the actual open temperature when the thermocouple first indicates 450 يعني إذا thermocouple قرأ 450 يقول يعني ايش قد درجه الاكتوال اوفن تمبريتشر ايش قد هي اذا الثيرموكابل قرا 450 اكيد ذيك كان 450 لانه الثيرموكابل يتاخر عن الاكتوال يعني اول شيء الاكتوال يلا يجي الثرمومتر فالثرمومتر قرا 450 اوريدي ذاك هم صاير 450 اذا نفس القراءه يعني ماكو فرق راح يكون نفس القراءه اللي يقراها اوكي عندكم سؤال؟ زين راح أعطيكم فد هومورك اللي هو 4-7 و4-9 4-7 شي يقول؟ You could rewrite the sinusoidal response of a first order system in terms of a cosine wave. Re-express the forcing function as a cosine wave. هذا شنو؟ شوف باختصار هذا السؤال
تيجي هنا على. شوف هذا، تجي تشوف هذا السؤال، هذا عندك شو اسمه، شنو هو الموضوع؟ sinusoidal response. sinusoidal response كل ما هنالك اللي تسوي شنو هو؟ تجي يعني نفس الخطوات، لكن هذا الاي ساين اوميجا تي تكتبه اي كوساين اوميجا تي، يعني الفورسينج فانكشن راح يصير كوساين وليس ساين، فبدل الساين خلي كوساين ويشتغل اعتيادي. يعني شنو اشتغل اعتيادي؟ يعني تجي هنا هي نفس الخطوات، طبعا هنا شي يصير، يصير A في كوساين أوميجا T. طبعا اللابلاس ما يختلف، راح يصير أوميجا S على S تربيع زائدا أوميجا تربيع، طبعا حسب ما موجود بالجدول. شوف الجدول اللي هو، شوف هذا الكوساين، فراح يصير S على S تربيع زائدا K تربيع اللي هو يعني أوميجا. فتحدد الـ X of S والـ Y of S شي يصير؟ يصير هذا هو نفسه، يعني هو هذا مال First Order، عندنا First Order First Order System، وهذا الـ First Order System هو هذا اللي هو Y of S على X of S. طبعا نضربه في X of S اللي هو هذا اللي هو راح يصير A في الـ S طبعا، وراح تجي شو تسوي له؟ راح تجي تقسمه، يعني راح يصير عندك partial fraction، وراح راح تقول اللي هو يعني هذا طبعا يراد لتفصيل حال، يعني طبعا اكيد اذا كان ايش في هذا هذا المقام اي، فانت ايش لازم تسوي؟ راح يصير اول حد هو راح يصير اي اس زائدا بي على اس تربيع زائدا اوميجا تربيع زائدا سي على اس زائدا واحد على تاو، يعني partial fraction، وتطلع الكوفيشنات وتشتغلها الى ان تطلع يعني y of s، بعدين تحول ال y of s الى y of t حسب الجدول، تحوله الى y of t حسب الجدول. وطبعا اذا عندك تيرمات طلعت مثل هذه يعني تستفاد من هاي العلاقات وتحول. فتشوف بالأخير شي ينطيك، ينطيك الـ y of t شي يطلع لك، فتحدد الـ y of t مالتك زين. وين شان هذا بالنسبة لأربعة سبعة. عندك أربعة تسعة. A thermometer having a time constant of 1 minute is initially at 50, يعني هذا steady state. It is immersed in a bath maintained at 100. خلوه في البعث يعني في الوسط اللي هو درجة حرارة 100. At T يساوي زي determine the temperature reading at T يساوي 1.2. وهذا سهل يعني ما بي فد شيء، يعني في السؤال اعتيادي يعني ما بي مشكلة يعني. اوكي حلونا هاي السؤالين، وعندكم بعد اي اسئلة؟ اوكي فراح ننهي المحاضرة بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. يلا ثمان الله وياكم. مع السلامة.